بسعر التكلفة وبنسبة لا تتجاوز النصف من أجور عصر الزيتون عن باقي معاصر المنطقة. فتحت معصرة جنديرس الحديثة التابعة لغرفة الزراعة في منطقة غصن الزيتون أبوابها لاستقبال المزارعين الراغبين بعصر محصولهم هذا العام. قمنا بتجهيز هذه المعصرة منذ 3 أعوام بالتعاون مع المجلس المحلي في جنديرس، ونقوم في هذه المعصرة على خدمة الأخوة الفلاحين من خلال عصر الزيتون بسعر الكلفي بنسبة 4%، أما باقي المعاصر فتقوم بأخذ نسبي تتراوح بين 7 إلى 8%. أما نحن هنا فنقوم بأخذ نسبي من الأخوة الفلاحين بنسبة لا تتعدى 4%، أي بسعر الكلفي، ونقوم بتقديم الأكياس الفارغة شوالات الخيش للفلاحين مجانا. ونعمل أيضا على إنتاج زيت ذو جودة عالي وأسيد منخفض ليحصل الفلاح على سعر جيد لصفيحة الزيت الواحدة. للزيتون في عفر مواسم، فالموسم الذي يتم فيه القطاف أول عام تقليم أغصانه، ويكون في الموسم الذي يليه أقل إنتاجا كالعام الحالي الذي يعتبر فيه الإنتاج أقل من النصف. هذه الدورة تتكرر باستمرار، ما يترك أثره على نسبة الزيت وأسعاره. ونوعية الزيت تمام، يعني الجودة عالية وآلات ومعصرة مقبولة كويسة. موسم هالسنة أقل من السنة الماضية، مع نسبة 30-40 بهالسنة، غير سنة أكثر تقريبا دبل، يعني الثلثين سنة قبل والسنة تقريبا شي 30%. عشرات المعاصر العامة والخاصة تنتشر في منطقة غصن الزيتون وتمتاز بقربها من أراضي المزارعين، ما يعطي للزيت جودة أكثر كون العصر يتم بسرعة أكبر، الأمر الذي يجنب المزارعين تكديسه بالأكياس في أيام طويلة. العام الحالي أحوج ما يكون فيه مزارعي المنطقة للدعم في ظل ضعف الإنتاج عن العام السابق وانخفاض نسبة إنتاج الزيت لتصل 30%. ماجد العمر، حلب اليوم، مدينة جنديرس.